بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور يوم الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ان اول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، من تقاه كان آمنا. Thank you.